في موضوع آخر، لطالما كانت البحوث العلمية محل تهميش عندما يتعلق الأمر بالميدان، غير أن المشاريع الصناعية التي انطلقت وستنطلق بمجال الميكانيك والطيران جعلت الحكومة تعترف أخيرا بأهمية الجانب النظري. سوريا شعلال وأحمد رشدي. بعد نجاح الحكومة في استحداث أول قطب للصناعات الميكانيكية بالجزائر، جاء الدور اليوم على عالم الطيران الذي لا يزال يعاني التأخر على جميع الأصعدة. باش تكون صناعة بيغان يعني مهمة، لازم يكون لا ريشيرش، لازم يكون ديفلوبمون، لازم يكون l'innovation pour rendre l'entreprise compétitive et pérenne. مبادرة وزير النقل مؤخرا تلتها وزارة الصناعة التي اعترفت أخيرا بمدى أهمية الاستعانة بالبحوث الأكاديمية والعلمية في المجال، من شأنها الدفع بعجلة قطاع يأبى النهوض بالجزائر. هو تكنولوجيا الفضاء في الجزائر يعني راهي في بدايتها، ولكن من خلال البرنامج المسطر من خلال وزارة التعليم العالي وكذلك وزارة الصناعة والمناجم من حيث الجانب العملي، هناك على مستوى جامعة البليدة معهد وطني عنده تسجيل وطني في علم الطيران، ويكون يعني طلبة في الليسانس والماستر والدكتوراه، وإن شاء الله يعني كما أعلن مؤخرا أنه سيؤسس معهد وطني في هذا المجال كذلك على مستوى وزارة النقل، يعني نتوقع إن شاء الله أن نصل إلى المستوى المطلوب. ونحن يعني بصدد يعني إبرام بعض العقود مع الجانب الصناعي فيما يخص البحوث، يعني تكون عندها صدى تكميلي مع المتطلبات تاع الصناعة الجزائرية. التوجه نحو مواكبة التطورات الحاصلة بمجال تكنولوجيا الطيران باستغلال الإمكانيات المتاحة والاستثمار في الطاقات البشرية أمر لا يتأتى سوى بإرادة حقيقية.